وإلى العقبة، حيث انطلقت فعالية الملتقى الدولي للخط العربي والزخرفة للدورة السادسة بمشاركة 40 خطاطا ومزخرفا يمثلون 14 دولة عربية وإسلامية. الملتقى الذي تنظمه مديرية ثقافة العقبة وجمعية أمواج للثقافة والفنون يهدف إلى المحافظة على الخط العربي وتبيان أهميته في التاريخ الإسلامي واستضافة كبار الخطاطين على مستوى العالم العربي والإسلامي والمحافظة على اللغة العربية بالكتابة السليمة والمفردات الغنية ورعاية المواهب في مجال الخط والزخرفة الإسلامية والترويج السياحي للعقبة من خلال استقطاب نجوم الخط العربي والزخرفة الإسلامية. المميز في هذا في هذه الدورة استضافة مركز أرسكا، مركز الفنون والأبحاث والتاريخ، منظمة التعاون الإسلامي، وحضور سعادة السفير الأستاذ الدكتور محمود أرول كضيف شرف لهذا الملتقى. هذا الملتقى شمل 16 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة لمشاركة أكثر من 40 خطاط ومزخرف. رأيت فيه تنوعاً لافتاً في الخط العربي، جدا مسرور لالتقاء كثير من إخواننا في الأقطار العربية على ما يوحدهم وهو حب اللغة العربية بكل تجلياتها. معرض فخم، الشكر لمديرية الثقافة في العقبة والشكر لكل القائمين على هذا النشاط الطيب.